والذي يضحى به بهيمة الأنعام فقط، لقوله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز، وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد، ويجزئ سبع البعير أو البقرة عما يجزئ عنه الواحدة من الغنم. لحديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. ويشترط بلوغ السن المعتبر شرعا في الأضحية بأن تكون ثنيا إن كان من الإبل أو البقر أو الماعز، وجذعا إن كان من الغنم. فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، والثني من الماعز ما تم له 1 سنة، والجذع من الغنم ما تم له 1/2 سنة. ويشترط كذلك في الأضحية السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 4 لا تجوز في الأضاحي. وفي رواية: لا تجزئ العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تنقي أي الهزيلة الضعيفة. رواه 5. فهذه العيوب وما كان أشد منها مانعة من الإجزاء، وما كان دونها فإنها لا تمنع الإجزاء ولكنها تنقص الأجر والثواب، كمكسورة أكثر من نصف القرن ومشقوقة الأذن ونحو ذلك. وكلما كانت أسمن وأطيب كانت أعظم عند الله وأكثر أجرا.